شحنة جديدة من المخدرات التابعة لشبكات المخدرات التي تستهدف السعودية وتمول الميليشيات وقعت في قبضة قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة بحجة. المنطقة العسكرية الخامسة كشفت عن تلقيها بلاغا بوجود سيارة مشتبه بها في قرية السادة بمديرية حيران المحررة أخيرا، وفور تلقي البلاغ تم ملاحقة السيارة الفارة إلى أحد منازل القرية حيث تحفظت عليها قوات المنطقة. الساعة 7 صباحا تلقينا بلاغ أنه سيارة مشتبه بها في قرية السادة، فانتقلنا إلى يعني أدينا خرجنا عسكري يطاردها، فدخلت في منزل أحد الساكنين، وعندما قمنا بحيازة السيارة وتفتيش السيارة وجدنا كمية كبيرة من الحشيش، 275 كيلوغراما من الحشيش المخدر القادم من أفغانستان وإيران مرورا ببحر العرب أو منافذ التهريب بسلطنة عمان عبر شبكات كبيرة من التهريب مرتبطة بالميليشيا. هي المعلومات الأولية الناتجة عن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم مع الشحنة. عرقلة طرق المخدرات من حيران حجة هو ما يفسر بحسب خبراء عسكريين إصرار الميليشيا على استعادة المديرية بشن أكثر من 5 محاولات كبيرة لاستعادة المديرية في غضون الأيام القليلة الماضية. وقبل القبض على شحنة حيران بأيام قليلة معدودة، تمكنت قوات الأمن في حزم الجوف من قبض على نصف طن من المخدرات في شاحنة مموهة ومخبأة بعناية بحيث يصعب كشفها لولا يقظة رجال الأمن في مدخل الحزم. القبض على عدة شحنات مهربة للمخدرات في الأسابيع الأخيرة ومقتل عدد من تجار المخدرات في نقطة الفلج بمأرب مؤشر على تجارة نشطة ومتنامية باستمرار عبر طرق التهريب القادمة من الشواطئ الجنوبية الشرقية، وهو الأمر الذي يستوجب بحسب مراقبين عمليات أمنية متخصصة في سواحل حضرموت والمهرة وعلى الحدود مع السلطنة العمانية لمكافحة تجارة المخدرات والتهريب.